السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي واهلا بيكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض صينية رقاق بالعصاج بحشوة كده مميزة وممتازة جدا، حتى لو كان الرقاق اللي عندنا متكسر. يلا بينا على المطبخ ونشوف هنعمله ازاي. بس ما تنسوش لو اول مرة بتشاهدوا قناتي تدوسوا زر الاشتراك سبسكرايب ولايك للفيديو لو عجبكم، ويلا بينا على المطبخ ونشوف هنعمل ايه. كتير مننا بيشتري الرقاق وبيطلع منه مكسر جدا، لكن ما تقلقوش هنعمل منه برضو صينية ممتازة جدا. ادي حشوة الرقاق اللي عندي، لحمة معصجة حطيت فيها فلفل الوان، وحطيت فيها يعني لو كان كيلو لحمة مفرومة حطيت فيها حوالي بصلتين كبار او ثلاثة كمان، كل ما يبقى بصله كتير بيبقى طعمه حلو جدا. وبتشوحي البصل وبعدين اللحمة وتنزلي عليه بالفلفل الالوان وملح وفلفل والبهارات وحبهان ولوري ويطلع لك احلى عصاج. دهنت الصينيه بالسمنه وادي الرقاق المكسر بتاعنا، ولا تزعل هنعمله منك احلى صينيه رقاق ان شاء الله. بليته بقى تسواق تبليه في الميه الدافيه او تبليه في الشوربه زي ما انت عاوزه، انا عملته في الميه عادي. ومعايا ادي السمنه، كل رقتين من الرقاق هدهنها كده بسمنه فلاحي محترمه بالشكل ده، وهعمل 4 رقات من تحت وبعدين احط الحشوة وتحطي من فوق 3 رقات، فهتبقى بعينيكي بقى كده تشوفي قد ايه ال4 ورقات، علشان احنا اللي عندنا ايه متكسر بالشكل ده. بس قد ايه بجد طلع الطعم تحفة جدا. حشوة العصاج المميزة دي بالفلفل الالوان اديتها طعم رائع جدا. تقدري تقطعي فيها برضو قرن فلفل حار لو ما فيش اي مشكلة مع الحار، وحطينا كمان معاها موتزاريلا وطلعت روعة روعة روعة. جربوا الوصفة دي وان شاء الله هتعجبكم جدا. زي ما انتم شايفين بدهنه هو بالسمنة كده الفلاحي او البلدي، واحط رقات الورقة الرقاق الناشف بالشكل ده. وادي بقى الحشوة بتاعتنا التحفة. نسيت اقول لكم ان انا حاطة معاها كمان حوالي يعني كيسين من الصلصة، يعني حوالي مثلا نص كوباية كده من الصلصة، فتدي بقى طعم بقى تحفة جدا. فالصراحة طلع أحلى رقاق. الرقاق باللحمة من الوجبات المصرية اللي عندنا بقى الأصيلة الجميلة جدا اللي ما بيخلاش منها العيد ولا أي مناسبة. وادي حطيت بقى كمية محترمة من الموتزاريلا عشان تدينا طعم تحفة، يعني كأني قلبت الرقاق بتاعنا للازانيا ايطالي محترمة عملتها بالرقاق المصري. وهبل بقى بعد كده الورقات الرقاق، وحطيت من فوق، هخلي طبعا الرقاق اللي من فوق اقل شوية من اللي تحت. انتوا عارفين ان الرقاق المتكسر ده يعني ما يفرقش معاه خالص. كانت ماما تقول لي نحط الرقاق المتكسر كله من تحت، ودايما تخلي اخر رقبة بقى من فوق هي اللي سليمة جدا علشان تبقى مغطية على كل المكسر. لكن هنا بقى كان كله زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، فما فرقش معايا خالص وحطيت كله منه عادي خالص. والموتزاريلا بقى غطت على الكل وادتنا طعم ايه روعة جدا. ادي بدهن بقى بالسمنة. انتي كل رقة رقتين تدهني بالسمنة علشان يبقى الرقة بتاعك ايه مورق كده وجميل. عندي كيس سمنة بلدي تقدري تحطي من اي نوع سمنة بتستخدميها، او قطعة زبدة تسيحيها كده ومعاها مثلا شوية زيت، بس انا دايما بحط صراحة بالسمنة دي. خلصت الرقاق وادي بقى الشوربة بتاعتي سخنة، بصفيها بس كويس من كل المكونات اللي فيها، وابدأ ان انا ايه ازقي الرقاق بتاعنا ايه بالشوربة. طبعا الرقاق يتعمل بالشوربة، والجلاش بيتزقى بكوباية اللبن والبيضة والملح والفلفل. لو في يوم ما عندكيش شوربة للرقاق بتسقيه بقى باللبن والبيضة بيطلع معاكي برضه حلو جدا. حطيت شوية فلفل أسمر وأدي شوية ملح، وهقلب كويس وحطيت لها معلقة سمنة محترمة. لو السمنة ايه ما دابتش كانت الشوربة بقت دافية مش سخنة، ممكن أرجع أسخنها تاني عشان السمنة تسيح. وأول حاجة لازم نقطع الرقاق بتاعنا بالشكل ده علشان لما يشرب كده من الشوربة والسمنة يبقى مورق كده وجميل، فلازم بنقطعه قبل ما يدخل ايه الفرن. هقطع كله كده كويس واسقيه بالشوربة، واشغل بقى الفرن واحطه على الرف الوسط
وبسيبه على درجة حرارة 200 كده لما يحمر من تحت، ومن فوق لو انا مشغلة معاه المروحة، او يخلص من تحت اولع عليه شوية ايه من فوق ياخد ايه وش. ادي كده صبيت عليها الشوربة، شايفين ده مقدار الشوربة، بيبقى يعني اقل من انه يكون مغطيه بشوية. تمام، واحط موتزاريلا بقى على وشه كويس جدا. ادي كل الموتزاريلا، صراحة الموتزاريلا والحشوة الجميلة بالصلصة بقى والفلفل الألوان خلي الطعم الرقاق يعني تحفة جدا. هدخله بقى الفرن ونشوفه لما يطلع. وبقولولي بقى في التعليقات ايه الافتكاسات الجميلة اللي عملتوها في الرقاق، يعني ايه الحشوات المختلفة غير الحشوات اللي احنا عارفينها علشان كلنا نستفيد من بعض. وادي بسم الله ما شاء الله الصينية طلعت من الفرن تحفة جدا، يعني حاجة خطيرة كأنها لازانيا. هنقطعها بقى، طبعا كل ما تهدى بيكون افضل في التقطيع علشان يعني تتقطع ما تتهريش معانا وتطلع مظبوطة. بس انا بقى كنت مستعجلة خلاص ميعاد الغدا، فبقطعها بقى وهوريها لكم. هنبدأ بقى كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك، وعاوزة اشير بقى لكل حبايبكم واصدقائكم عشان قناتنا تكبر بيكم ولكم وتعم الافادة للجميع. هنبدأ بقى كده نطلع، بسم الله ما شاء الله وريحتها جميلة وكان طعمها بجد تحفة تحفة جدا. جربوا بقى الرقاق بالطريقة دي وان شاء الله هيعجبكم جدا. ولو اول مرة ما عملتيش رقاق قبل كده جربيها بالطريقة دي، هتوفري على نفسك سنين كتير تجارب، لانها كده من الاخر صراحة خطيرة. كنا الاول بنحشيها باللحمة المعصجة وخلاص، دلوقتي بقى معاها شوية الصلصة مع الفلفل مع الحركات دي والموتزاريلا، نقلت الطعم نقلة تانية خالص وبقت اللازانيا المصرية. صراحة خطيرة. عايزة اشوف بقى تطبيقاتكم كده واشوف تعليقاتكم واللايكات كتير علشان اعمل لكم كل جديد وتشجعوني. طعمها طري كده وجميل، والحشوة فيها تسكيرة كده تحفة من الفلفل الالوان اللي فيها، الصراحة تحفة. يعني لو ما كانش بيبقى فيه اطفال كان الواحد يحط لها بقى فلفل حار في النص كمان، ويبقى الطعم بقى ايه تحفة تحفة. جربوا بقى الطريقة وقولولي رأيكم، ما تنسوش التعليقات الكتير بتهمني وبتفرحني لما بقرا تعليقاتكم، وعشان نرجع تاني ننشرها في الفيديو اللي جاي بإذن الله. ايه رأيكم بقى في التصوير ده والتقديم الجميل ده؟ اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وبشكركم عشان كملتوا الفيديو للنهاية. بحبكم في الله، سوزان مقاو، باي باي.